بلاسي بلاسي يا اخويا شمانه نجي عندك الله يحفظك. بلاسي بلاسي اخويا شمانه نجي لعندك. شمالك؟ نخدم معاك انا نخدم معاك. شوفي اش تخدمي معايا قلت لك انا نطفرو. وي وي انا قلت لي ذاك النهار كنت عارف اش تخدمي مزيان كنت عارف اش تخدمي. اجي عندي الخدمه خلنا نشريحها في العشيه نقرا وجي عندي ديك الساعه. شوف شحال قلت شتعلم شوف شتعلم. الله يهمها عندك العقل. لا ناديه بريده شوف اش كتعجبيني ناديه. عابين ما دبرش عليها. والو كدي زبنت لي في واحد طارو ونهز طارو ايه طارو طارو وما كيقولش خرجيش بالرومي ويش بان لي ونهز ولي بس سي لا سمح جاش معاك هي هادي نعطيك هادي واش عطاني هادي ها نشوف شكون اللي تخيله شوف شكون اللي تخيله حيدها ماشي مشكل وحيدي شي هادي حيدي هادي كنتي قلت انا حبو كتعطيها هادشي عاد راه هادي هو والو فاطمه الزهراء غتعطيني هادي وغنعطيك هادي فراسك هادي فاش شحروفه شوف انا نعطيها لك كنبغيك كنحماق عليك انا غنعطيها لك باش عندك سوفوني صافي واخا الله يحفظك دابا سيد بلاصه الطوموبيل واخا الله يحفظك باقي انا كاع ما مشيتش عنده باش غندبر على راسي خليني الله يحفظك انا غندبر عليك انا غندبر كان عطيتك خمسه دبرت عليك شتي والله ما عندي العقل واش بان لك اليوم نمشيو نضربوا الحيتان حلف سيري سبقيني حلف سيري عند الباجا واتشاجي لي واه واتشاجي عادي لا يدعوا شعاره تشاجي عليه قول شوفي الباجا قولي لي صاوب لك واحد 40 درهم ماني جاي واش كنت غيخلص واتشي سيري راني تابعك لا لا تفاش دفا تفاش ما بشويش ابشي لندي ما يلا سير سير الله يتبعك البلاد اللي هو هادشي اللي بقى لي ناكل معاك الحوت راه وكلك فيه السم صارتي يا كدير شمال خير عاد من جاي يا اخويا وانت تسولك الله يرحم الوالدين مرحبا انت كتسكن هنا بحال داكشي انا غارديان هنايا الشارع كامل ديالي كنت زيد عندنا واحد اختي هنا تقريبا دابا شي 3 سنين ولا 4 سنين وتلف واش حاول هنا الا تلفتي كيقول لك اللي تلف يشد الارض شد الارض اخويا وقول لي شنو كاين جاي انا كنسول على واحد السيد سميتو خالد خالد سميتو خالد وعنده واحد اختو شويه مزومقه راه المهم مسكينه مرينه واش واش مزومقه ولا تالي مزومقه كتقول لي خالد تشكون هو دخل باش نعرف راه كاين خالدات واحد الدري خالد مجوج واحد الدري اختي دبدوبه شويه غليظه ياك ما راجل منال واش راه اختيتها وا خالد راه معروف هنا عامل لك شويه دبدوبه راه مرتو تبارك الله راه في كيسكن انت غتمشي نيشان الدوره الاولى لا الدورة الثانية لا الدورة الثالثة غدور معاها ورا ما عمري غندور انا حتى تدور فيا انت صيفطني نيشان اصاحبي انت مالك ها باش نخشاصر لك الطريق نيشان الدورة الاخرى غدور معاها على يدك اليمين الباب الاول الباب الثاني غطلع معاها دابا انت اش يقولوا لك هنا وانا كارديال عساس على الطوموبيلات عساس عندك شي طوموبيل عندي باينه على هذ الكفه اللي جايبها الزمان غادير تراكتور في البلاد ياكس واش بارك الله شي بير السوق ونخلي فيه نمشي فيه كاين شي زبده بلديه شي لا والو جايب والو جاي نقضي شافيرات هنا ان شاء الله ونمشي انت جاي من العربيه جيب لي مال باروك دابا قلت لي غنمشيوك غتمشي نيشان الزنقه الاخرى غدور مع يدك اليمين الباب الاول الباب الثاني غطلع معاه طروازيا ميطاج لا نيشان اوك صافي يلا سير يلا توصل الله يرحم الوالدين سير والدينا ووالديك ما فهمتش انا مريح هاد البلاصه كيجيو لها المزومقين شكون؟ جغرتي زغرتي خوكشا قلت لك هنينا الجيران كي دايره؟ وحدي شحال ولا قال لك ما انت كي داير؟ ثلاث سنين ما جيت عندك الله على خويا تبارك الله ما شاء الله تعال نزلت نزلت في محطة ولاد زيت ولاد زيان ولاد زيان تحطيتهم صافي وتمي جاي شويه شويه عليا قلت لهم واحد الدراري قلت لهم راه حنا العماله رشني رشني اخويا بريحه العربيه راني تنحشها دير هذا معايا حمدي لله الله يحفظك اخويا وحشتك كنجي نشوفك مرحبا مرحبا وزيد قدام مع كبير هذا دخل دخل مرحبا بك ورا توحشتك انا توحشتك
جيب لك شي هضره وبغيت نعاود لك ونتحدث انا وياك. اش هضره زينه ولا خايبه؟ بخير انا شوفي انا مليت في ديال العربيه وجيت نتفوج هنا فهمتيني؟ على التفويجه ديالي الزوينه البغوصه هذه. مرحبا. ها مرحبا. تهلاي فيا. يا ودخل بعدا ولا تهلاي بعد الباب دخل. كاين عطفي. الله يحفظك. احايي شفنا شويه الحروبيه بعدا. واخي ديالي هذا عاود لا تشتا عاود والله بخير والله الحمد لله كلشي مزيان الحمد لله والله الحمد لله وجينا هنا للدار البيضاء قول لي شنو من خبش ما نكذبش عليك انا جيت للدار البيضاء هنا جيت باغي نقلب على شي مرا ودي معايا اللي بلاه حي انت ما كدير الضحكه ديال الافلام ياك على مخك ولا على مخي؟ ما انا ما جيتش نشوف خيتي انا ما احنا دايرين لا جينا نشوفوك ونمشيو كاع يا صحيني اخي نعم ولد بويمتي ولا راضعين من زيزيله وحده نعم انت واش تفهمني ولا ما كتفهمنيش نفهمك علاش ما نفهمكش المراه دابا نقدروا نجيبوها من البلاد عندنا هنايا بحالي انا وتعايش وتولي مدينيه وتولي زينه ولكن المراه من هنا ما تمشيش لك تما والنمال كلشي موجود تما الحطب موجود على الحطب تما وصحابات اليوم باغين يضربوا لك السرويات ويفيقوا مع الساعه الصباح ويحلبوا البقره ويصيفطوا الحليب وعاد يجيو ينكسوا الكواره لا خويا هنا يفيقوا حتى الوحده وعاد تصايب كوش القهوه تقاد المجاج وتشعل الكويرو سيري فايقي لي راجلك سيري ولا انا ودي لي راجلك ندوي معاه بغيت ندوي معاه مرحبا بخويا سيري وحيد هادشي تنفس عليك اه سيري انا بخير الحمد لله تبارك الله هاد الترازه جاتك على الزيت وتسولي كلمني انا السيده خالد اي انا نقلب عليها ونجيبها مثل المدينه وتشوفي خليت خليت غير شويه غير شويه تقدر هو لي الدنيا مالك اش كاين ما سمعتي والو سمع الدقان شكون شي جاره عاوتاني جاي عندك علاه جاره تجي على النبوري جا خويا صحي ميده وناري 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 هو اللي بقى لي عندي مسطي زادني مسطي ما كتوين واش جيتي بزاف عليك حنا تريكنا طريق المسطين واخا الزين والتباتا وبنات الاصل واش اش جاي يدير جاي يدير جاي يتزوج عندي جاي يتزوج قالك باغي يديها بنت المدينه تخمن عليك والله ايه مزيان وتمزيان شنو طاح عليه ولقين اه كاين الله يا ودي علاش مالو هو تبارك الله داك الزين عندكم ما لقاوش فقطعي من الزهر اختي اختك اه ومال خويا صقع ولا ناقصه يد ولا رجل اللي تاخذوا العيشوريه ديال اختك سمع لك خالد منال خالد اش معي راسك ليش خرجي فيا في عينيك انت ما كنتي صايبه العقل ترى اختي فاطمه الزهراء هذيك راه الله يرحمها سلاها والله ما نكذب عليك هي اللي تخدم لي ياك هو باغي يديها من هنا للعروبيه خالد اش حيمشي ها قليبي صافي مت صافي قلنا لك واحد الهضره قولي ان شاء الله خويا محمد تبارك الله ما شاء الله بعقله وبزين وتبارك الله كلشي عنده كلشي عنده فاطمه الزهراء راه ما طلعش لي فاطمه الزهراء الله يعفو عليها ما الله يعفو عليها فاطمه الزهراء فاطمه الزهراء شويه طاير لها النص صافي راه شوفي السي محمد جاو عنده مع الكران وكذا راه والله حتى غيتواتها وحق الرب انا نقول لك اسمعي لي فين هو دابا فين هو ها فين هو الصالون نمشيو نشوفو ندويو معاه كدا شوفي ما تقولش لي فاطمه زهراء عندويش معاه دابا كاع في الموضوع من بعد ولكن انت تما نعول عليك تعول عليك دابا فهميني باش نبقاو انا وياك في الدار نعيشو الحياه الزوجيه راك شتي هي لا لا تبرزي طلا ما نتزوجوها وخيرنا يدي غيرنا ولا انا بغيت نبقى انا وياك بزوج ونتشناو منا كندير لنا الصداع ولا شي ولكن ما تجيش مع خويا تا والله تجي راه انت هي ما كتشوفيش فيها مزيان والله العظيم دابا تخوك بارك تما شكون سلام انت كديره شكون انت ما عرفتينيش طلقي مني جو قدامي وانت طلقي مني انت باقي مداتيش عقلك باقي مزومقه انت باقي زنو والله عاد تقول لك مزومقه انا ما مزومقاش انايا عاد تقول لي ديك الهضره ديال والو ما درتي العقل ما درتي والو زيد عطاه كاع في النيف ما قلتي بقره هولنديه سوقك سوقي نيفي هذا نتقبوه نتقبوه عندك شي مشكل كبرتي فيك انت شوف صاحبي انت ولادك صاحب يا ودي على الصاحب يا ودي نحبو شي يحبني هو يضحك على الفساد لا هو راه خدام كحنا الطوموبيلات وعلاك باش نحضر مع الطوموبيل عساس
لا كاين كيقولوا لي الغارديان. اه غارديان كتبغيو؟ موش علي وما كيف حال ندير بحال انت هاد الحاج زين هادشي اللي ندير بحالك مو باش نمشي نشوف صحيبي صحيبي راه زوين طويل واسمر اللي ديك كتشربي شي دواء اللي لقيتي شي بلا كنشرب الماء وكنشرب العصير وكنشرب كلشي اه مسكينه موك قال لها طحتي لها في الحمام اش جبد موي والله الحمام مسكينه جبد موي ندخل فيك براس هي ماتت هو هي كانت مريضه وراه ماتت يا صاحبي انت مزوقه ما عارفاش ما فاهمهاش حتى تيها سيري 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 انا خليني ندخل كنتسنى بخوك موي انا باغا حيا وفين هي راه في السبيطار مسكين ياك ايه راه كاين ليا سيري اختي سيري سيري تريك مزنزنه سير انت واحد كذاب انت هذا فين كنتي انت ما تقول لي والناس عندهم دريات بحق رمون عندي شليخة سيري يا ودي فاطمة زهر الله يلقيك يا ربي يا ربي اللي اختي تشوف فيا ربي لي هاد الشيء مسولك الوالدة عندنا واش مسطية ولا فين 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 ولا ماتت ولا ماتت ما بقيتش عاقلة ياك مخ دي نهار العجاز حلف العقبة لك ان شاء الله يا ربي نتهنى منك يا ربي وانا تنقول لهم ماتت وسمعي غنقول بجوج كلمات نهار نسمع لك كتقولي صاحبي غنقطع لك لسانك واش انا باغي نسولك كنتي كتقول لي صاحبي واش تي غنشرح لك بلونغلي انا نقول لي حبي صاحبي عيب نقول لي حبي صافي مزال انت راه حبي هذاك واش انا كنكتب عليك سوكتي وربع شهر ضربني يدي راه غنعضك من واخا اللي كتزيد فيه ترى هذيك حبي كي صاحبي شوف ما بقاش نسمع حبي ولا صاحبي في الدار راه حق ربكم كنتي مزنزنه تنضرب لك راسك مع هذيك علاش ولا ما فهمتش انا غادي يقول لي انت مزنزنه ديال غادي يقول لي انت مزنزنه ماليش تدير وا مسيرك لك الماره سيري دخلي فين دخلي هنا لا انا ما غاديش ندخل لا سيري دخلي سيري دخلي يا القريه دابا غادي نسوق لواحد واحد جاي قال لك تسمع صاحبي يا ودي يا ولاد ديالي قال لي مزوم قال لي واهلا 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 خلي نسمح لي باش كي داير خير حافظك راه التراب يا خويا شويه وسال جاج طالع عامل حافظك كي داير انت يعني انت حافظك ليا بخير لا بخير الحمد لله سلامتك اخويا سلمك وين نجيك اخو دويره اسمح لي ولا الا جينا تقنع عليكم شويه ولا الا جينا نفوجوا شويه واحد 3 ايام ولا 4 ايام كاع شبابي او نمشي للدوار يا اخويا محمد واش بغيت لي شي غرض لا جيت هنا لا كنمشي بنيه بالدارهم ولا عمر الدار ناخذها ونمشي وما عندو باغي تجوز ان شاء الله نكتب الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله كاينين بنات الناس كاينين دريات معقولات الله يعمر لهم ار زعما دوك الشيء اللي كت تعرفهم انت وبحال اختي فاطمه الزهراء راه هي تبارك الله اختك العمر لا الدار وفي شكل والله العلي العظيم من كذب عليك الى زعما تحطها على الجرح يبرح اختك دابا كانت مع صاحبها ولا عمر لها الدار وي وي لا صاحبي راه سي محمد خاص تفهم دابا هي راه عندها صاحبه خاص تعرف شكون هو صاحبها واحد المونغوليا مسكين كيبقى فيها دير هكا انتو كيف كيدير هكا مريض مسكين محان وكتمشي كتبقى صافي سي محمد راه كنعاودو ليك كان تأجر شباش مريض ويا مسكين عن بي الله دابا قول لي يا سي محمد اختك انا كتمشي عندك دابا راه خاص تفهم كونسيبت كيفاش داير دابا راه هي حيت كيبقى فيها ماشي كتعاونو تهزو مسكين صاحبه وراه كتقول لك صاحبه ما عرفتش انايا هو صاحبه ولا امي ديالها كاين براد ما كاين راه هو كطيب في مانا دابا اخويا محمد باغي شي حاجه اخرى لا والو مرحبا بك اخو محمد ارتاح مانا الكبريري يا ودي هي كانت مع صاحبها ودابا حنا ندوا على المزاوم خاولا ندوا على المزاوم تحرك شي برد مزيان لقيتك هنا ندوي معاك شويه وليت باغي ندوي معاك ما كنلقاش ماك مصدومه والو دابا انا ما نكذبش عليك فكرت مزيان والله العظيم فاش فواحد الموضوع هادشي دابا عطيني عقلك وسمعيني مزيان
انا كل ليله كرمت فاطمه ساره معانا دايره لينا القلق شحال من مره كتخرجي تبعيها في الزنقه تخنع عليك طلعت ليا في راسي هن ياك انا ما نكذبش عليك ملي بان ليا محمد خوك معقول وكذا من هنا دورتها في راسي مزيان ديك الهضره وليد قلتي لي وقلت لك لا دابا سمعيني الله يرضي عليك واش حنايا غنتير امتى نبقاو بحال هكا تشوجوا وتناو من اخوك يتزوج ومن اخشي يتزوج وبخير عافيني دوريها في عقلك مزيان راه والله حتى بلان مزيان فهمتك منها خويا غيرجع للبلاد ومنها غنتناو فاطمه الله يرحم لك الوالدين نبقاو حنا كاين حنا تابعين في الزناقي خليه هو ويا بعدا يسرح مع المعيز تمايا مع البقر يدير بها شي حاجه يقضي غرض ديالي غرض تما واخا تبرك تعطي لي ماكله للجيش ودير اللي دير المهم تحيد لينا من هنايا حنايا متقله ليا انا في الدار وايلي طلعتي حريمي خالي دابا هانتي صحابش لي انت كتقرا هاد القرايه كامله راه هادشي كامل كنديرو على ودي ودك وفهميني ويرجع امتى انا بقيت انا وياك راس فراس حنا ما نولدو وليدات بقاو قابلين فاطمه الزهراء نديرو وليدات وغنزيدو القدام والمصاريف اللي كنخسرهم على فاطمه الزهراء نكبروا بهم الدري الله يرحم لك الوالدين دابا سمعيني مزيان سمعي شوفي انت يا محمد غيبقى لك وانا ديك المسركله غتبقى عليا انا غندوي معاها وانت دوي مع محمد باش ان شاء الله نكوخطوهم والله يجعل كلشي مبارك ومسعود كون هاني خالد نعول عليك اذا كان على جهه محمد ضربوا على حسابي غنبقى ندوي معاه ندوي معاه حتى نقنعو وزيدو محمد غني ها جا فلوسو بشرشمة لا لا والله عمر سلعه وحاجته ماشي ديالو هادي انا عارفه داكشي علاش باغي نجوج ديالي مولاي انا اختي شيطه عليا الحق ونعطيها فارس محمد الله يعمرها سلعه ولد الخير خالد تفاهمنا كمل شغالي وانا معاك ونعول عليك سير نعاودوش هاد السيجي وصافي كلمه واحده الله يسخر ليهم كلمه العيالات يلاه حيد حتى كلمه الرجال تا راجل وانا امراه غسير يلا سيري حيدي الله يسخر ايوا نشوف هاد الحلاله كي غتخرج المهم انا نتهنى فاطمة الزهراء عطيني عقلك الله يرحم لك الوالدين انت كتقول لي في الحنش هذا هذا جلاتي باش يخرج مرول يا كنشوف شوفي غنقول لك واحد الكلمه حق الرب غنضربك بشي كروشي بحال هكا غيبان ليا راسك تشتت شوفي فيا شوفي فيا ودوي معايا غنمشي عند صحيبي وبغي قال لي ديري شعرك هكا ملوي انت شي قلت لك داك النهار قلت لك بقيت تجيب ديك الكلمه في الدار راه عيط لا هو ما بغاش وسمعيني خليني نقول لك الله يرحمك زوري انا دبرت لك على واحد الهوجه ودوي مع دوك اللي شاد لك السونتر دابيل ديال عقلك قول لهم يبركوا صاحبي خلينا ندوي معاهم انا نسمعك دابا محمد راه جا بغي يتزوج وانا راه بغيتك انت هي تكون هي العروسه ديالو وداك صحيبي اش ندير فيه؟ ما تيش شكون صحيبي واش هذاك هو باشا هذاك حب اش ندير فيه؟ وانت كنقول لك محمد محمد عنده بخير ولا خير تي مالك انت مروان راه عنده راه عنده الطوموبيلات وانت عنده راه ديال عباد الله يحرق كتبيه ترى مروان لاباس علينا كنشوفو كيقول الطوموبيلات سيري هنا اجي هنا كلشي كيسمع عليا وكلشي كيقول نهار كامل ويجري نهار كامل ويجري تما مسكين عرق واتساب تي دابا سمعي ليا انا باغي نكربح واش انا خوك ياك انا باغي نكربح وانت مروان كيبغي ليا الربح حتى صحيبي هو صحيبي هو كيبغي وانت داك راه كيتفلع لك راه غادي نلاقي لك الراس تويه راس محمد باغي راه انا غندوي معاه غنتبتو نديرو ليه داكشي ديالنا حنايا وغادي يتزوج بك ها خالد خويا انا كنبغي مروان وداك صحيبي وداك عمري كنبغي وكيبغيني انا غنتزوج بمروان هذاك اللي جا من هذاك اللي جا حل عليا داك النهار لا لا واش دابا انا كندوي معاك واش انا كنطلب بس عنده عنده الشعر هنا بزاف عنده الشعر صعيب هنا في فمو يا لا لا ويلي الموستاج راه عرب الرجوله وانت عندك الموستاج وما عندكش طويل بحاله وعندي ولا عنده وصل حتى هنا عنده 4000 لا 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 مروان ما عندوش الموستاج كاع نوضي حيدي نوضي حيدي هضره وحده قلتيها لك غتزوجي بيه صافي ما بغيتش انا ما بغيتش انا نتزوج بها باغي نهار غتزوجي وما بغيتش انا نتزوج بها عندي صحيبي وبعد من انا عندي صحيبي ودي حي والله ناخذوش ودي حي ودي القرينه في حياتي من جيبو لي كيف نجيبو لي وانا نهار الاخر غنلو حوايجي معاك قرينا الكحله خويا البنات شحال عندكم بيدي تا ولا مغلين عليكم ورخاص ضرب لا مغلين عليكم قسم لك بالله حتى راجلك هذا ملي خرجنا ندورو نشربو مع شي حيوان ملي خرجنا نديرو حتى حاجه هو اللي علاش خرج مع راجلي انت خاصك تخرج مع فاطمه الزهراء ولاش
الدور تسويها وتعرفوا على بعضياتكم، وان شاء الله عما قريب غتوليو عرسان ونفرحوا بكم اخويا الهدي. تقولي انا ولاش تراجعين معك عم في وادي الدول، حنا جينا نشوفك بغا تلبقوا لنا السلعه هي ما فاهمين ما يتلبقوا. صحيح ميدا تيسيري انا دخلنا على قبل الله يا كان اخويتك اخويتي ويلك الخير فاطمة الزهراء زينة الله يعمرها دار شي وخت بالك وكاك هروية معقولة وعدا ديريكت اختي هذيك ما خداماش ديالنا هذيك مقادية على الحجرة تاريخ الصلاحية ديالها مسالي شحال هادي لا يبان لك مسالي باقي طويل ها اسمعني وحل معايا دماغك تبقى ما مريضاش ما مريضاش ومالك انت بدات تبارك الله شو زين زينه مزينه ها وزينه وزين منك كاع زينه وتبارك الله بيضه تشقشق والشعر والفنون هكاك ودير هك البيض النقي ياك ومن هاني تعاونك هي تعرف تسرح لبقار نعاج تحلب تفيق بكري تفيق بلي هي ما كتنعش اصلا هذيك الزرزوميه انا غتمشي معايا العرويه وسرح لي البعين وتحلب البقار هذيك فرطوطو هذيك فرطوطو راه قالك العود اللي تحفرو يعميك واصحي ميدا خدم عقلك جات كل مره تنعدك صافي هنا نسيو ليها البوق ونشوفوا لافير هات خرجت وياها تعرف لا ما خرجت انا وياها ادوي معاه انا لحد ناقشت انا وياها شي ناقشت وياها شوفي اختي الله يرحمك الوالدين انا عندي واحد 3 ايام ولا 4 ايام ونمشي بحال هاتي الله يرحمك الوالدين انتما جيت عندكم انا بطلبوا لي الدريه واش شويه لي بس المالك حنا بغيناك ان شاء الله ما تمشي فين تكمل هاد 3 ايام تدي معاك مرتك في يدك وبالصغاريت وبطوطوط منين هاي سيري غنهضر مع الدريه ونقول لك يلا خويا هاتي عشي وصغر عقلك لا ولا لا صغر انا غنولي برهوج نقول على برهوج عقل لا فهمت غنولي مع برهوج انت غنمشي مع هذاك العقل انت صاحب انا وياها بحال داك صاحب المنغوليه هذاك اللي مريض شكون المنغولي هذاك اللي قال لي اخوان ديروك قياس خير والله يشفي اي واحد حنا مع شي صاحبه ديرهم قالت لي هذا الشيء اللي قال لي خالد انا ولا يكون صاحبه ما نديرشو نديروك هذاك اللي كيوقف الكارديان مسكين مريض مسكين ويلي الله يجيب ليه الشفاء عرفتي تشوفوا حالته صافي خلينا اخويا راه كنسمعو كنضيم دوي مع فاطمه الزهراء سير اي تبي بغا يدورني ما نبقوا لي السلعه ويا بقات لها شرطه في التليفون بحال التليفون وطها وعطاو لي انا مراد يعني انا نوريك انا نوريك وين شمي اختي غادسه انت من الحرب كنت كنصور من ماما مازال غندوي معاك لا ما ناخذك من هذا اوكي قال لي تي راه ما مريضاش تي بحال ماك مريضه انت دوك حنقين يعني ناض يقول لك تي راكي مريضه تي راكي انا ما مريضاش انايا انت مريض يضرب المناضه لا ما يضربش يضرب الرجال او يضرب بنادم اللي مريض يضرب بنادم يعطيه راسي يبقى ويهز حوايجه ويمشي يجري في الزنقه انا شي كامل نديرو هما تيزيدو فيا بغاو يمرضوني بالعين راه انا عندي العقل هما اللي مرض ما عاودو لك والو ما قالو لك والو عاودو ليا اش قالو قالو لي راك بغيتي تزوج بيا انا لا خلتي قالو لي خالد قالو لي راه عندو فلوس وخاصك تاخدي راه غيعيشك مزيان وانا راه صحيبي كاع ما نفرقو انا ما نخليهش غنسيلك البوق واخا عرفتهم فلوس هادو فلوس شنو هي واحد طريف دابا هادي شحال هادي لونها حجري شحال شحال ديال الفلوس راه عكاغيط هذا سيسي وهادي هذا لونها خضر حتى هي عكاغيط وهادي كواغا عاد حد كواغا تضحك عليا انا بيهم طاورة فلوس راه كاع ما كيكونوا بحال هكا دخلتي البيت الماء ولا باقي باقي سيري دخل البيت الماء واني كاغيط فاطمة الزهراء والله شي حشومه عليك بالله جيلي شحال نقلب لي في الكاريطه كامله ما لقيتوش شي هزه في يدك بغيت نلعب بيه شويه مالك يا فاطمة الزهراء انا مقلقه شنو انا مقلقه ياك لاباس خالد خويا مالو بغى يزوجني شنو بغى يزوجني واحد كاع ما كنعرفه هادشي فين كاين المشكل في هادشي كامل وانا كنبغي واحد اخر فاطمة الزهراء انا عارف هاد واحد اللي كتبغي حلال حتى انا كنبغيك وكنحماق عليك
ياك هو انا هو صافي والله ما نخلي كل شيء واحد شرتي ديالي هذه هبيله واخويا خليت ليا غنجوجك فيه صحه تاكيد شي حاجه صحه وشوفي وتهلا لا انا غادي نجي لداركم وندير لك الشان والمرشان ونديروا الماء منين يدوز ونخطيو في عند خالد بقى ليا على خاطرك وضحكي ليا شويه حلو وانت شحال كنضحكوا هنا غنجوج انا وياك اه وغنخدموا بجوج نوقفوا الطوموبيلات غنوقفوا الطوموبيلات وغنجيب لك جي خور جي لي خورييف تنتجي وتولي تروجي معايا الحركه ولا ما بغاش شكون هو خالي انت لا يبغي خالي انت تبقى ليا على خاطرك انا ما عزيزش نشوف مقلقه كاع نهائيا وانا راه كاعيا وما بغيتش نتزوج شي حد اخر من غيرك اه صحيح انت ديماك البيله مال وانت انا ما غاديش نتزوج شي وحده من غيرك واش انا كنعرف شي وحده الوحيده اللي كتجي عندي هنا للقاريطه هي انت وانت غتجي للدار ان شاء الله عطيني واحد السيمانه لا بزاف دابا سمعي دابا عندي ليامات خدمه السيمانه الجايه عندي كونجي غنخطف فيها وغندير فيها لاكد وغنديروا فيها العرس خدك الخدمه بزاف بارك لك اخويا بارك عندي الخدمه بزاف انا غنعاونك باش نسالي دغيا ونمشيو للدار غنزاره سيري وجدي راسك راه السيمانه الجايه غنجي لداركم ولا غادي تعطل وخالد غيجوجني بهذاك واجي حتى باش ما يجوجنيش انت راه ما غاديش يجوجك الهبيله غيجوج وما غاديش يقدر راه انا غادي ندوي معاه بلا راه باغي الدريه خليها ليا صافي بصح كتبغيني كنبغي خاف هذاك غادي تشكى على ضمان انا لا شد الجيل هاك علي الجيل صافي باش نضم لك غتجي شي حاجه وصافي خليني دابا نسوف السيد كي بلاصي راسو يلاه فاطمه نزار نمشي اجي 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 شد فيه الله يرحمك الوالد باتري خاسر ثاني الله يتهبيله والله ما عدا العقل بالله مهبيله ولا ماك؟ تعال حيدي من هنا. والله بغيت نلوح على راسي. واش انت مدوخه ولا ماك؟ تعال شنو علاش؟ وا مروان بغيت نتزوج به وخالد بغى يزوجني بك انت. انت لا ما ناخذكش هنا صاحبي انا ما ناخذكش. اطلق مني. غتبغي واش باغي تاخذي سيد؟ وانا غندير مع خوك تيجوجك بهذا السيد. عندك صاحبي وكنبغيه وانت خويا كان انا كنفكر. وانت دابا واش بغيتي السيد؟ انا غنزوجك به ياك مصاحبه معاه. صاحبي. واخوك يكذب عليا يقول لي الدري مريض. واختي كدوت عليا وقالت لي الدري مريض بالعكس هو راسي اللي مريض انا اللي مريض انت بعقلك وخليني وبغيت نتاحي واش تي شويه لاباس دابا تبغى يجوجوك صافي داركم بغيت تلاحيتي وغنجرب بعدا واش غنتوعد ولا ما لا ما غتوعشيش غتضربي في الارض غتفهم بي غديري قريب وحلاري وخليني وانت تعالي بالعريان وحفي انا الضمير وراه ما غيطر عليا باش نخلعو باش نخلع خالد غتخلع وجوجني بصاحبي خليني خليني اه غتخلعين سمعي اختي الله يرحمك الوالدين نهار نمشي للدوار انا جيبيها راس دي ملك خليني غتخلع كاع ما غتوعد لا غتبون باي خليني تخلع لا مشيت للبلاد هنا غتبون باي اكثر منك غضربي وطلعي فوق وصحيبي غيبقى يتسنى فيا راه قالت لي قال لي راه غنمشي لداركم وانا نتشاكيت على ضمانه صافي انا غنحضر معاه كي طلعتي انا شتك دخلتي للدار خرجتي من الزربه عرفتي كاين شي 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 حاجه ماشي يدي ما كاين والو انا بغيت غنجرب واش غنتوعد مني غنتلاح ولا ما غنتوعدش وفهمني زيدي زيدي يلاه توعد وانت زيدي يلاه معايا وانت فين غنمشي وانت غزيدي غنهبطوا للدار نمشيو غنصحيبي حسن وانت زيدي غنهبطوا للدار شوف شوف غنصحيبك هنا مدينه وانت هبط زيدي اختي ما حد يطلع معك صح حنا وغايشوفوني الناس معاك ها صح شدي من الفوكل راه انتحر من الصح والله تعرفتها شي غير حطت واحد جاكيطه على حتى وساكا وطلعت دريدك عرفت غدير شي واش بغيت نشوف واش غنتوعد لا غتبول هاي غتلاح من الفوكل كي غديري قريو 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 نعرف بالله انت فين غادا بهذا الشيء ديالك الله يرحم الوالدين خليت اش كيجيك راجلك راجلك قال لك تجوجي بهذا وانا هذا ما تبغيش انا انت علاش كل انت سيري دعيتك الله انا اسمح لي اسمح لي دابا انت تصطي كامل منوضاها وهبينا الحب اللي كتفهمي فيه صاحب ما نسيتيش انا كنعرف واحد بغيته وعشقته هو صاحبي كلشي كتنسيه حتى حاجه ما كتعرفي ديريها الراجل الصاحب انا ما تنساش كنت كنسى زعما سيري اختي سيري 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 راه صاحبك مروان فين ترى هو راه ولي سير 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 اجي اختي نقول لك الله يرحمك الوالدين انا اختي جيت نفوج عندك جي نشوفك حتى ثلاث ايام خرجتو مني بغيت تسطيوني يعني انا واش تبغي تدوخوا لي راسي ولا ما اختي الله يرحم لك الوالدين لك تعزيز عليك بعدي منها هاد خيتي هذه
ما يرحم لك الوالدين. وانا بغيت لك الخير. ولك تعزيز عليك. بعدي مني هذه. عزيز عليا. وبعدي مني هذه الله يرحمها الوالدين راه ما خدامهاش ليا وانا ما خدامهاش ليها. شاش غدير؟ ولا نمشي بحال هذه؟ لا 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 المشي انا هو اللي ما تقولش لي غنمشي. دخل وندويو مع خالد وان شاء الله ما يكون الخرش لا اختي دوي مع تي دوي مع تي انا غنمشي نريح انا دوي مع تي انا نمشي سوقي. ولا اختي هادي الما منين يدوز والتينا وحنا مزوم غنديرها لا بالعكس زينه كاين منين زينه زينه من المنعين يا شويه لاباس ولا مالك انت ختمش ليا اختي ناقصه كلشي خاصها كارطمير خوها اختي نشريها لي انا ما شريت راسي انا نبقى نشري وحده نشري لها كارطمير صافي صافي تهز عليا يدك وهز عليا انت يا سيري برضه قبل ما نقرض لامك نيفر صار راسك تجوزتي ولدي بحال ماكو هي ما يا صاحبي شنو راسك بلاش غير ياك لاباس مالك جاية صاقلة اختك كانت غتنتحر عاودي اختك كانت غتنتحر علاش ما انتحرتش علاش ما انتحرتش وبناتني انايا وبناتني بس محمد خويا باش يطيح علينا شي روح حبس اخوك هو بونا دخلنا عليك بالله بغيتي لي نمشي للحبس انا وياك راه غنصدي غايقول لك اخوها ولا مرت خوها دارو ليها شي حاجه ها كنا في الدار نجحرات ما يسط الله يرحمها كرهتها منينه دابا وعاقله بلافير ديالها قال لي ما طلق ليا ما حتى شي حاجه قال لي هذيك هبيله وخاصه الكارت مير دخلنا عليك والله شي قال لي عيت عيت من قاد او اختك كتفهمها في الصح بشويه خليه يسمع عارف كلشي اش غنخزنوا عليه خليه يسمع هو باقا شي حاجه غنخزنوا عليه ما صافي بغيت نسولك اختك دابا هبيله ما قلناش ما كتحقلش ما كتعرفش ما كدير حتى شي حاجه ايه صاحبك كتعرف الطريقه وغادي جاي عندك في القصص هو عمري ديالها تاع هذاك راه هو خاص بو اللي يضربو بشي دماغ يغيبو راه هو راه كيتفلى عليها يولي محمله ولا داير لها شي مصيبه وهي كيلهويعه ها صاحبي ها انا غادي نديك بحال هادشي صافي انا مقيده ويا بزاف صافي انا غنمشي ندور مع السي محمد السي محمد ما بغاش يخدم سير اخويا فهمو ودوي معاه وحيد لي من الطاوله ديال صح وصافي بعد لي داك الليل زعما مشري زباله ديال الفلوس شتي هادشي شتي مالك انت واش معانا ولا مع غانا انا ما مع حد انا خويا كنا فتوني كون غا فتوني خليتيني شاده انا خويا وانت شديتي اختي ديك العيشوريه وفتيني دابا هادشي كامل كنديرو على ودنا جاي انت واحد قبل من الوقت وصافي فكري شويه بغيتي امتى يسالي هاد الفيلم حب عليا ان شاء الله اللي تبعتيني غير هن فين هو خوك بالك في الصالون عرفنا باش غنبداو قالت لك الثلاجه حتى هي فاريها بهاد الدار تحمر الوجه واش اخويا السي محمد انت فين انت اختك غادا دير لنا مشكله اصاحبي ما تديرش عليها راه كتعصبني كتعصب خويا غادي نعرف اختك خويا مصاحبه وعندها صاحبها حتى هي وباغا تجوج بالدري تزوجها بالدري اصاحبي علاش ما تلبقا ليا اسمع لي السي محمد اصاحبي اش من تجوج هاد الدري تا صافي عليا تقول لي مريض الدري راه هو العساس هذاك العساس هذاك العساس هو اللي تلاقيت معاه عرفتو ومشيت اليوم في الصباح سولت عليه وسولت وشفت بعينيا ولقيت المراوشة كانت معاه وجيت دخلت للدار سبقتهم وهادي تقول لي اختك مسافر مع الدري يا صاحبي وانت اسمعني وغتطبق عليا بالريط انا اسمعني وانت انا غير فالي لك هاد المنامه كامل انا ما باغيش اخويا نتناسب مزيان هادي انا باغي نتناسب معاك انت وانت عزيز عليا عطيتيني اختك غنعطيك اختي يا الدري يا مساح ولا سيدي غنهبط عنده غنخلي ضاربو حلب الله والله حتى غنخلي ضاربو اليوم بعد ليا من اختي ولا غنعضو من ودنه واختك راه باقي خاصها طبيب خاصها بزاف ديال الحوايج طبيب لا والو خاصها الرعايه الطبيه راه حتى هو الرعايه تبارك الله اليدين هما الطبيه حتى راه شنو اللي قاتل شنا حتى الدري عندك مزوقه راه شوف سي محمد سي محمد دابا هي اش طرا ليها نفهمك نفهم دابا هي راه في الصغر كانت زلقات طاحت على راسها وماشي شي طيحه دابا انتوما كاملين كطيحوا على راسكم لا انا بطيح على راسكم ما تلبق عليا يا سي محمد سير سمعنا سي محمد سير والله العلي العظيم ما تلقى احسن منا حق الرب ما تلقى احسن منا انا نقول لك الا لقيت احسن منا جي عكر ليا على الهضره مزيان اللي قلت لك ماليش احسن منا والو عقل على الهضره اللي قلت لك والو اسيدي والو عناك الله انا غنهبط نخلي دار عشو دار تاويه واليوم يدوز لي اختي شوف منك لي اخوه فرق هي هذيك ما فرقاش هي هذيك واليوم غيفرق السي محمد وصافي هضره ديال الرجال وحنا رجال صافي واش تخدمتي معايا راجل ولا ما كنتش معاك راجل شوف اسيدي مشى تبعد منها ياك مشى تبعد منها ها في هاد اليومين اسيدي ندير معاكم العرس ما قلتي حتى لا ما قلتي حتى شي كلمه ديال العيد دابا نيت خويا ارتاح لي السي محمد انا نقول لهم ديروا لك شي براد من هنا ولا بشي لا باش ما كان باش ما كان دابا
شي براد باش ماكي انا امانه واخا دابا انت اللي مزهومك طيحه مع هذاك وانت غادي لي دابا باش تولي بعد من الدريه وراه غنمشي ليه ونسولو وندير لي طريق خاص دابا الدريه باغا الدري انا خصني نلقى شي حل وهذا الحل اللي غندير هو البلان ديال هاد البلان اخدم المخمي خاص محمد غنخرج هنا فنان ديالنا فين السي مروان سي خالد هو بخير شي مزيان مزيانه هاني انت الله يبارك فيك خويا غنقول لك واحد الكلمات الله يرحم لك الوالدين قبل ما غنتشوا انا وياك قدام هاد الجيران مالك ياك لاباس عليك خوتي فوتي عليك خوتي اخو تاش بينك وبنت فين كتعرف اخويا انت ما كنضحكش معاك بدا تضحك ليا مر والله يرحم لك الوالدين خالد غتخليني نبداو الرشوه خالد اسمعني الله يرحم ليك الوالدين وما تطلعش عليا انا اللي جيت نطلع عليك ما والو راجل لراجل واسمعني وفوت ليا اختي السيد وانت اختك اش بيني وبينها انا اصلا وانت نهار كامل اصاحبي وانت كضحك عليها انت كي صاحبي تخد استطعتي بانت لك خبره شويه شوف صطي باغي اسمعني اسمعني الله يرحم لك الوالدين ها انت بدلت المقوله كضحك عليها وكنضحك معاه ماشي كضحك عليها هي انا راه على بالك كانت كتجي عندي راه كنخلقها انا وياك وتمشي بحالها يا خو ما تخلقها معاه ما تخلقها معاك قاتي ساع ياك ماشي قات راسها وجات عندك قالت لك راه مروان باغي يتزوج بيا والسيده جا عريس انت وقفتي ليها في طريقها ياك مروان واش دابا بيني وبينك واش انا غادي نشوف فخشك ها راه شكرا دايره كثر من خشي راه كنضحك معاه انا وخويا هي اللي انت كنتي دايره اكثر من اختك هي كتبان ليها انتايا دابا شنو هو الروينه جا راجل الله يعمر ليه الدار بخير وعلى خير كدا منا غيدبر عليه ما علينا وانت دابا شنو هو دابا توقف ليها في طريقه واش سمسو انت كتهز كتبي فيها بوحدك انا مالي في هادشي كامل ها انا مالي يلا ورا بسبابك السي محمد واش ما كتفهمش من الصباح ورا بسبابك خويا غتولي تجي عندي غنضربها جري عليها نجري عليها جري عليها اخويا ضحكنا معاه شي ولاش وما تضحكش معاه اخويا انت علاش غتضحك معاه ما تضحك معاه ما والو عطيها الثقار اخويا ما بقاش تجي عندك صافي اخويا خالد تسمح ليا انا اللي ملي لافوت انا اللي كبرت بيها وكنخلق انا وياها مره كتجي تغدى معايا مره هادي ولكن اخويا درت الفالطه وسيدي ما تغدى معاك ما تعشى معاك الله يرحم لك الوالدين الثقار مزيان الثقار مزيان خويا تعطاش على الخدمه سير اخويا نمشي يلاه نشد النوبه ديال خارج الشاسات العشيه والله يجي خارج فرحان وكنغني بدلتي ليا المورال اخويا وسير اخويا سير الله يرحم لك الوالدين اسير ها هو غادي مزيان هادي واش وقف لينا في باب الرزق سيد بخير وعلى خير غتجري لنا عليه باش نشدوك حتى مقرد بشار كي داير وهلي انت كي داير خير شاب انا مشيتيش للبلاد لا باقي باقي واش كتسنى انت لا باقي هنا في دار بيضاء الا غنتناسب مع خالد نتناسب معاها خويا تناسب معاها انت مالي انا مزومقت للدرجه هي انت الدريه معاك والدريه انت معاها انت تصير عارف وانا صح دابا انت علاش ما بغيتيش تاخذ الدريه واش هبيل انت هذيك راه امي ديالي وكتجي طايح معايا وكنخلق انا وير بيني وبينها حتى شي حاجه واصلا نزيدك واش انا هبيل واش انا ما عنديش طاطو ناخذ هذيك صاحبتك هذيك لا ما صاحبتي ما والو انت تهضر تقول لي شي حاجه ما كايناش شوف هذيك السيده اه عشيرتي لقاتو بعباد الله هذوك راه غادي مع ولاد ما تعرفش هذيك الشكاره شنو هي هذيك الشكاره غادي بنت المدرسه اه نزيد حاجه اخرى شي فاطمه الزهراء والله لا تزوجت بها اصلا ما خداماش ليا راه بيله والطاطو ما عندهاش ترى ملي تريح دايو يتركل مريضه مسكينه مريضه مسكينه هم زومقه الحمد لله والله العظيم وانت على شي ما بغيتيهاش وانت سيدي امك قال لك يوجدوا في العرس وفرحانين قال لك يتسناو العريس يجي دابا انت العريس ولا انا العريس خويا انا ديك السيده ما باغيهاش بغيت تتزوج بها سير الله يسهل عليك منك ليها عطيني اتساع واش انا يلاه تبكيت من واحد جيتي ليا انت دابا انت هاد اللعيبه ما باغيهاش راه حنا ها راه ما كاين والو خويا واه الشريف عرف اش كتقول هاد الهضره ديالك غاتصيفطني بها للحبس السيده بيني وبينها حتى شي حاجه كتجي عندي كتريح معايا كنضحك انا وياك كتقول لي كنبغيك تنقول لها انا راه كنبغيك سالتو المهم دابا انت واش باغي ولا ما باغيهاش لا لا انا باقي كنفكر دابا انت ما بغيتهاش قلت لي حيت مزومقه مزومقه او هبيله هبيله دابا بقات لها شرطه بحال التليفون طفى وهي طافيه خلوق هذيك الشرطه راه وهميه راه ما كايناش انت تقول لي كتبيع الما هي تبيع الما تبيع لبوها يلاه ساليت من واحد الكاريجه خرجتي ليا انت مالكم عائله سبحان الله العظيم كتشابوا مالكم عمر حبابي جي عندي العرس اللي بغيت ان شاء الله غناخذها غتاخذها وغندير واحد الفيشطه من عاود تشرب وخويا ديال فريشتا وعاين السي حاجي وانا مالي اخويا شوف غندير معاك حل زوين العسي على حسابي صافي سير صافي سير يلا الله معاك جيبوا معاكم الكلاب واه باش ياكلوا العدومه اي ما تقاولي مني اي زعما يبقى لا ابي الموا وتمشيو وناخذ انا بلاتي غندير لكم واحد القالب يا خويا ها
سيري لي الحالة مرق كيجي ما عندي ما نسال تبارك الله بالمعنى الكلمة ناضي وزاد انا راه ناضي خاصة العروسة تكون معايا ناضية تكون هنا محمد طرقت لك المسمار كلشي بخير وعلى خير انا طرقت لك واحد المسمار مسمار هو ديال الهند فين جيب لك واحد الكادو كبير قدوك خلنا عليك بالله وانت مالك عاطيني وحده ناضيه عاطيني مر الله يعمر لها الدار الله يقوي لا 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 الحمد والدي الله يكبر بيك سيري وديت غنقول لك واحد المفاجاه غتبقى تشكرني عليا حياتك كامله وسمعي سمعي كتبها لي مقرب انا غنمشي نقضي واحد الغويريد ياك نجي ونجيب معايا لافير ويعجبك الحال راس محمد الناس راه جايين فين تمشي تقضي هاد الغارة وانت انا جاي دابا باش نجيب لك الكادو اصاحبي غنجيب لك واحد الكادو غنجيب لك الفيشطه ما عندك تعطل اسم محمد تعطل اصاحبي واش حنا رجالنا حنا دابا حنا نسيب اصاحبي فكر معايا تكون هاني فكر معايا ما تعطلش اسم محمد لا ما تعطلش لا ما تعطلش صافي سير دخل عندها يلاه سير وجدتو احسن كادو غتشوفوه انا غنمشي محطة الزيت ولاد الزيت هذا هو اللي غيجي معايا انا غنجيب فنه ولا هذا وهانتي هذا راه كيجي مشيبك خصني نلبس تحت منه شي حاجه مع كبين هادو علاش البس ما غيجيوني فنين اري نلبس شوف نقول لك الراجل جاي ليا انا اللي خصني بان عروسه نجي ما غتلبسيش شي هادو ما غتلبسيهمش فاطمه زهران علاش هذا والله لبستيهم انا بوحدي اللي خليني نبان انا اليوم عروسه انت راكي صافي دبرتي على خالد فاطمه زهران علاش هي طار خويا اري لهنا والله ما غتلم عليك في خويا مالك والله ما غتلبسي القفطان انا بوحدي اللي خاصني نكون عروسه اليوم غنلبس انا بوحدي القفطان باش بلا ما انا وياك نولوا ناتفين راه تي لبسناك التكشيطه خليني حتى انا نلبس قفايطان ونفرح خويا ما غتباني زوينه تدير لي راجل شوفي انا اللي غنبان زوينه وانا غنبقى بحالك ما شغليش انايا ما تلبسيش معايا انا العروسه نلبس بوحدي واخا حبيبتي من قبلتي لينا واخا سمينا نبقى بحال هكا ونبقى نلبس شي جرتي لا نلبس شي حاجه مقطعه لا لبسي بيجامه قايب بلي بيجامه انا بقيت اختي بالبيجامه سمحي لي انا مزوقه في كاع عروسنا سير اختي بعدي مني انت راه باينه فيك مسمومه لا فاطمه الزهراء لا تقوليش بحال هكا كاجي قادك حبيبتي وتباني زوينه صافي وخطا لقى لي السوال فرا خويا عزيز عليه السوال عريتي حطيهم هنا غيبقاو عدي راه بقى لابسه هاد البيجامه غيبقاو عدي خليهم عديتيهم صافي خليهم عدي جيتي فنه ما شاء الله صلاه وسلام على رسول الله الى جاي الى جا سيدنا محمد الله معجل علي فين تعطل هاد خوك واه منال فين تعطل هاد خوك فين تعطل هو ما عرفت قلت تمشي نجيب واحد الكادو تعطل خليته معاك هو بزاف هادشي والله شي بزاف انا عقدت لنا مصباح وانا لابسه لا شي غيكون شي يجيبها شي حاجه ما شاء الله الو واه اسم محمد اخويا انت كيداير الله يحفظك فينك اصاحبي انا في المحطه ولا زيان تمشي تجيب الكادو من المحطه لا صاحبي لا وشنو هو انا مشيت في حالاتي وشنو هو غنديروا في الدريه اصاحبي نخيط لك الحل الكادو دابا شويه تلقى حدا الباب عزيزي حدا انا محلي انا نحلي خليها زوينه صافي فنه 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 شوف تلك العزي غنقول لك جوج كلمات حق الرب العلي تخشي لك فريتي جوج كلمات العدو راه هو كتشوف فيه راه ماشي سوق جاب لاكار جاب لاكار واش كاين لاكار زيد قدامي والله تتزوج بها اليوم جاني انا راه شفتو هذا شفتو تلقى من الدري زيدي قدامي معاه معاه زيد وانت زيد وانت والله لا داخل الحمام بحال